قدري وقدرك ليس يدركه مرحبا بكم في سالت عوم بلانت. اليوم ديفرنت، والنهاردة انتوا اللي تشجعونا اذا كنا نكمل ولا ما نكملش. بما اننا دايما يا زميلي محطوطين تحت بند الاقتراحات، واحنا الذي يتم الاقتراح علينا، فجاء الوقت ان احنا نقترح عليكم حاجة. صح، متأكدين ان انتوا هتسمعوها وهتحسوا بنفس الاحساس اللي وصل لنا لما سمعناها، حاجة ميكس كده ما بين الزمن الحلو والزمن الجديد. هي حاجة من المستخبيات بالزبط بتاعت مصر. بالظبط، مش اي حد هيقول لك اسمع دي، بس هذه كل الفكره جت في الدهاليز كده. بالظبط، احنا معروف عندنا مهرجانات، معروف عندنا الاغاني البوب، عمرو دياب، مش عارف ايه الحاجات اللي هي المعروفه، حاجات الحنكش دي يا زميلي. بالظبط، حاجات الحنكش. بس في نفس الوقت عندنا حاجات تانية وفي ناس كتير بتسمعها، بس ممكن مش عارف بقى اذا كانت بتوصل لكم ولا لا. فاحنا هنبدا كده كل فتره نديكم حته كده ايه مصري من بتاعنا. وبالمناسبه دي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واي حاجه من الحاجات اللي تحت دي. اه انا رصنهم جنب بعض تحت. معانا النهارده عم دادي، معانا النهارده كايرو ستيبس فيت شيخ ايهاب يونس. شيخ ايهاب يونس من الناس المشهوره جدا في الابتهالات، فهم عاملين ميكس كده ما بين ابتهالات بطريقه المزيكا الغربي شرقي مع بعض. احنا نسمع ونشوف. يا مالك القدري، خش عليا، خش في التفاصيل. نصيحة يا جماعة، غمضوا عينيكم والبسوا سماعاتكم وطولوا بالكم، عشان هي مزيكا ومود اكتر منها غنى. بحب الدخلة بتاعتها جدا على المزيكا. تحس ان هي تجميع حاجات كده وراحوا فجأة. تحس ان هي تجميع، بيجمعوا بعض. في عشوائية. انا بقول لك الدخلة. السكس صعب جدا انك تطوعه يبقى عربي، يعني صعب انك تطوعه العرب بتاعتك والمزيكا بتاعتك، فهو اصلا صوته لوحده فخ. غير كده بقى زميلي، السكس ده عشق. العود، ضربة العود اللي ما بين النوتة والنوتة بتاعت السكس، We'll be right back.
مش عايز افصل مرة واحدة. هو يا جماعة انا حاسس ان احنا لوحدنا. صح انا حاسس ان انا لو انت قاعدين لوحدنا مفيش حد بيتفرج علينا. حاسس ان كله ماشي. صح ولا غلطان؟ مش عارف بس والله انا عامة انا في قلب المود. انتوا مشيتوا ولا قاعدين؟ انا جوه المود. طب معلش بعد اذنك على ميلادي اللي موجود يكتب لنا معاك يا حزومبو. وكل كام دقيقة كده هنقول حاجة ان انتوا معانا. اللي مكمل معانا لغاية دلوقتي يكتب معاك يا حزومبو. لازم تكتب عشان نعرف انك معانا. ايوه ايوه انت بتيد النور يعني. جاهز يا همام؟ جاهز يا زميلي. جاهزين يا شباب؟ اكتبوا جاهزين يا شباب. يا مالكا قدر لست أملك غير زي. غير بابك يا الله. الراجل ده عظيم والله عظيم. على I'm
القادم. يا مالكا قدري وقدرك ليس يدركه سواك. انتكما في أبهى صوره. خش يا زميلي. جرعة كمان. جرعة كمان. ماشي ماشي ماشي. اكتبوا لنا ايه تحت طيب عشان نعرف ان احنا مش لوحدنا بس. التصوف. بس كده. في أبهى صوره. بس كده. بص يا جدعان. والله العظيم المزيكا دي مش عايزة غير انك تغمض عينك وتحرك راسك. حركة كده. 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 هوائيه هوائيه ده منك للرب على طول على طول دايركت مفيش فاصل ما بينكم مفيش واصل ما بينكم. واذا احتجبت دلاله فبعيني حبي واذا فبعيني حبي كم أرى
يستحق يستحقها يستحقها يستحقها. بص يا جماعه صراحه بعيدا عن اي حاجه, بعيدا عن ان هو يتشاف او ما يتشافش, هي حاجه بنتشرف انها تكون موجوده عندنا في القناه الصراحه. ده حقيقي قطعه فنيه لازم تكون موجوده عندنا على القناه ايا كان بقى, ايا كان هي منين, هي فين جايه, منين رايحه, فين جايه منين. المهم ان انت الوقت اللي انت قعدته ده انت سمعت حاجه طلعتك في حته تانية خالص روحيه. ده حقيقي بس ودي اهم حاجه. جميل يا اخي في كل حاجه, جميل في كل حاجه, رهيب يا ابني رهيب رهيب. ايه طب هتكتبوا لنا ايه طيب تاني؟ سلام عليكم. فتحت الساعه كام النهارده؟ طويله دي يا اخي. فتحت الساعه كام النهارده؟ فتحت الساعه كام النهارده؟ اكتبوا فتحت الساعه كام, فتحت الساعه كام النهارده؟ معلش طويله بس معلش. بس كده. ايه دعونا نوني هذه الحلقه انها طويله شويه. اوكي معلش ينفع اقول كلمتين بس؟ قول يا باشا كلمتين. كلمتين بس. قول يا باشا. بص كل الناس اللي هنا دي تمام, كل الناس اللي مكمله لغايه اللحظه دي مننا وعلينا بس, وناس بتحبنا ويعني الحمد لله يعني. الواحد فعلا يعني يتشرف ان هو يسمع حاجه زي دي, ويتشرف ان هو يعني الراجل ده يعني من مصر. وهي كل الفكره بس يا جدعان احنا في مصر كتير, احنا فوق ال 100 مليون, فالوحش عندنا كتير والحلو عندنا كتير. هي دي بس كل الفكره. انت ممكن يكون بتصدر لك جزء كبير وحش وجزء كبير حلو, بس الوحش عندنا كتير والحلو عندنا كتير. فارجوك لو حصل اي حاجه من اي شخص من الوحشين الكتير ما تعممش على بقيه الناس, عشان في ناس كتير او حلو. وكالعاده بس الحلو ما بيبانش بس. ودي كانت حلقه النهارده من برنامجكم بلاك اند وايت. كان معاكم دادي شاغي. سلام.